كشف جديد لتلسكوب جيمس ويب، مجرتين من أغرب وأعجب المجرات المكتشفة حديثاً، مجرات من أقدم المجرات في الكون بعد اكتشاف جيمس ويب السابق لأقدم مجرة في الكون. الآن تم اكتشاف المجرة الثانية والرابعة من حيث البعد. كيف يشكل هذا الاكتشاف منعطف مهم لفهم بدايات الفجر الكوني؟ هل يدعم الاكتشاف الجديد التوجه لنقد نظرية الانفجار العظيم ويمحيها من الوجود كما يزعم البعض؟ كيف استطاع جيمس ويب في صورة واحدة رصد هذا الكم الهائل من المجرات؟ والأغرب إنها رصدت في صورة واحدة فقط، تعد أيقونة جيمس ويب الأشهر على الإطلاق. اهلا بكم في حلقه جديده من انفوسفير والاف معلوماتي، والنهارده هنتكلم عن كسر جديد للارقام القياسيه من جيمس ويب، والموضوع اللي اتناقشنا فيه قبل كده وما زالت التحديثات مستمره، حكايه وقصه المجرات الاولى في الكون، ازاي اتشكلت واتطورت؟ وهل هي فعلا شائعه في الازمان الغابره دي؟ وازاي اتفاعلت مع بعضها ومع بيئتها اللي نشات فيها؟ وازاي اثرت المجموعات المجريه ديت في التاريخ الكوني كله؟ وفي الاجيال اللاحقه من المجرات. وبذكركم قبل ما نبدا بالدعم من خلال الضغط على زر الاعجاب، الدعم ده مهم جدا لينا وبيخلينا نستمر. ويلا بينا نبدا. كشف جديد لصوره جيمس ويب الاشهر، حقل ويب العميق. المجرتين اللي اكتشفهم جيمس ويب بيقعوا في المنطقه البعيده جدا خلف العنقود المجري باندورا كلاستر او أبل 2744. كان جيمس ويب التقط صورة حقله العميق السنة اللي فاتت 2022. المجرتين المكتشفتين في نفس منطقة الصورة من ضمن 60 ألف مصدر للضوء موجود في عنقود باندورا اللي اتكلمنا عنه من شوية. اختيار المنطقة دي ليه بقى؟ لأنها بتقع خلف العديد من المجموعات والعناقيد المجرية، واللي بالتالي بتخلق نوع من عدسة الجاذبية القوية المكبرة لأي مجرة بعيدة من خلفها، ولأنها بتعمل على تشويه نسيج الزمكان للفضاء المحيط بها، وده بيؤدي إلى تركيز وتضخيم أي ضوء بيعدي بالقرب من العناقيد المجرية العملاقة دي. طبعا فريق دولي تم تسميته باسم المشروع انكفر. قام الفريق دوت بتقليص عدد مصادر الضوء من 60 ألف مصدر إلى 700، وفي النهاية عملوا ترشيحات تانية وقلصوا العدد ليصبح 8 مصادر للضوء، ممكن تكون واحدة منهم مجرة بعيدة مقترحة ذات انزياح أحمر كبير يدل على أنها أقدم مجرة مكتشفة. كيف تم الكشف الجديد؟ تم الكشف عن المجرتين المرشحتين علشان تكون واحدة منهم، وهي المجرة انكفر زد 13 والتانية المسمى انكفر زد 12، بفضل عدسة الجاذبية القوية لعنقود باندورا المجري الواقع على بعد 3.5 مليار سنة ضوئية من الأرض. انكفر زد 13 بانزياح أحمر يبلغ 13.1 تقريبا، وبكده تصبح تاني أبعد مجرة بعد المجرة اللي اكتشفها جيمس ويب قبل كده، واللي اسمها هيظهر قدامك دلوقتي، وكان انزياحها الأحمر 13.2. أما المجرة التانية انكفر زاد 12 كانت بانزياح احمر قدره 12.4. والانزياح الاحمر لو حضرتك اول مره تتابعنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده في فيديوهات سابقه، ولكن باختصار بيعبر عن تمدد للاطوال الموجيه للضوء، وده بيحصل بسبب التوسع الكوني. كل الاجسام القريبه مننا بتميل ناحيه اللون الازرق وبنسميه انزياح ازرق، ومعنى كده انها بتقرب. اما الاجسام اللي بتبقى بانزياح احمر معنى كده انها بتبعد عننا، وكل ما زادت درجة الانزياح كل ما كانت الأجسام دي أبعد وأبعد. فالمجرات اللي كانت موجودة قبل 300 إلى 400 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم، الضوء بتاعها بيسافر لمسافات بعيدة جدا عندنا وبيميل للون الأحمر من طيف الضوء، لدرجة أننا مستحيل كبشر نشوفها بعيوننا. أجسام كونية بعيدة لا طاقة لأعين البشر لرصدها، لكن البشر اتحدوا المستحيل وصنعوا التلسكوبات اللي بتمكنهم من رؤية العوالم الغريبة البعيدة. وقدر تلسكوب جيمس ويب من خلال كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة نيركام ومطياف الأشعة تحت الحمراء نيرسبيك إنه يدينا نتائج عظيمة خلت العلماء يغيروا تاني من تصنيفات أبعد مجرات الكون. بنية غريبة للمجرتين المكتشفتين. اللي بيميز مجرات انكفر اللي تم اكتشافهم حديثا إنهم مختلفين عن المجرات القديمة المكتشفة قبل كده. اكتشفت بينجي وانج من كلية إيرلي للعلوم بولاية بنسلفانيا وعضو فريق انكفر بتلسكوب جيمس ويب للكشف عن المجرات القديمة، اكتشفت مع فريقها ان المجرات المكتشفة سابقا على نفس المسافات البعيدة ديت مختلفة تماما عن المجرتين اللي تم اكتشافهم بواسطة الفريق بتاعها، وان المجرات القديمة كانت بتظهر على هيئة نقاط في الصور. لكن المفاجأة
إن المجرتين دول واحدة منهم ظهرت على هيئة هيكل مستطيل أو على حد وصف وانج زي حبة الفول السوداني كده، والتانية ليها هيكل كروي رقيق مختلف عن بقية المجرات اللي تم الكشف عنها قبل كده. والأغرب من كده إن المجرة إنكفر زاد 12 بيبلغ عرض القرص المجري الخاص بيها تقريبا 2000 سنة ضوئية. وعلشان تعرف عزيزي المتابع الرقم ده بيمثل ايه، فالمجرة دي قد المجرات القديمة المكتشفة بيجي 6 مرات كده. طبعا هتقولي ان 2000 سنة ضوئية ده حجم قليل جدا، يعني دي مجرتنا درب التبانة عرضها او قطرها بيقترب من 200,000 سنة ضوئية، فالفرق شاسع. وانج قالت ان ده بديهي لان الكون المبكر كان مضغوط جدا، مفيش مشكلة اننا نعتبر ان المجرتين دول مجرات عملاقة بالنسبة لحجم الكون في الوقت المبكر ده. العلماء أكدوا أنه مش واضح بشكل كافي طبيعة الاختلاف في الحجم بين المجموعتين دول من المجرات، ممكن يرجع ده إلى كيفية تشكل النجوم بالمجرتين الجداد، لأنه يعتقد أن المجرات دي ليها بنية متشابهة إلى حد ما بالرغم من العلامات اللي بتشير إلى اختلاف بنيتها. هذه المجرة زاد 12 زرقاء ساطعة جدا وساخنة جدا، بتبلغ درجة حرارتها 40,000 درجة مئوية، وده أعلى 8 مرات تقريبا من درجة حرارة الشمس، وليها معدل تكوين نجوم عالي جدا تقريبا 100 كتلة شمسية سنويا، وده بالتالي بيمثل إنتاج ضخم من النجوم وبشكل سريع جدا، وده بيخليها تستهلك مخزونها الكبير من الغاز، وبالتالي نشأة سريعة ونضج عاجل للمجرة دي، كل بيعتبرها العلماء سلف المجرات الإهليجية اللاحقة بعد كده. وإذا كانت زاد 12 بتمثل تاني أقدم مجرة بعد المجرة جادس اللي اكتشفها جيمس ويب، فالمجرة زاد 13 بتمثل المركز الرابع من حيث أقدم مجرة في الكون. يا ترى إيه هي المجرة اللي حصلت على المركز الثالث؟ يا ريت تبحث عن الموضوع ده وتكتب لنا في التعليقات. المجرة زاد 13 مجرة غير منتظمة أصغر من المجرة السابقة بقطر حوالي 6000 سنة ضوئية، وبتتميز باللون الأحمر الخافت جدا وبدرجة حرارة أقل كتير من أختها التانية، بل تعد مجرة باردة درجة حرارتها 10,000 درجة مئوية، ضعف حرارة الشمس تقريبا، وبمعدل تكوين نجوم منخفض جدا عكس المجرة السابقة تقريبا 1/10 كتلة شمسية سنويا، ودي طريقة بطيئة جدا في تكوين النجوم في الوقت المبكر ده. لكن ده ليه ميزة مهمة، وهي انها بتحتفظ بالمخزون الاستراتيجي من الغاز الخاص بيها لفترة اطول بكتير من المجرات التانية، وبالتالي هي مجرة نادرة وغريبة جدا وممكن تكون سلف للمجرات الحلزونية في الكون الحديث. اكتشاف جديد يدعم نظرية الانفجار العظيم. المجرتين اللي تم الكشف عنهم واللي بيعدوا من اقدم المجرات في الكون ليهم خصائص عامة بتدعم نظرية الانفجار العظيم، وبتراكم دلائل جديدة لقوة النظرية دي على عكس ما بتروج ليه بعض قنوات اليوتيوب والمجلات العلمية الخبرية الغربية من ان الكشف الجديد بيدمر نظرية الانفجار العظيم ونهاية حتمية للنظرية، وعناوين براقة جدا بتجذب الجمهور لزوم الانتشار السريع. وده مش كلامي بالمناسبة، الكلام ده بيدعمه عدد كبير من العلماء من بينهم جويل ليجا الأستاذ المساعد في علم الفلك والفيزياء الفلكية والمشارك في معهد العلوم الحاسوبية والبيانات في ولاية بنسلفانيا، وعضو كمان في فريق كفر اللي اكتشف المجرتين دول، وقال ان الضوء الصادر من المجرات دي قديم أقدم من عمر الأرض 3 مرات، وان المجرات دي تشبه منارات كونية بينبعث منها الضوء عبر غاز الهيدروجين الخفيف جداً واللي بيشكل بنية الغاز في الزمن المبكر جدا، وده بيعزز دعم كبير لنظرية الانفجار العظيم. ومن خلال الضوء دوت ممكن نفهم الفيزياء الغريبة اللي حكمت المجرات المكتشفة دي في الفجر الكوني. ليجا بيقول ان في فرق كتيرة بتستخدم اساليب مختلفة للبحث في المجرات القديمة، طبعا لكل وسيلة نقاط قوة وضعف، لكن ليجا اشار الى ان استخدام عدسة الجاذبية امر معقد ومش سهل زي ما بنشرح وبيشرح الكثير من الناس كده فيديوهات على اليوتيوب. هي بتمنحنا العدسات دي نافذه عميقه للكون لكنها في الوقت نفسه نافذه صغيره جدا وضيقه جدا ومعقده، والمجرات اللي كانت مرشحه تقريبا تجاوزت 700 مجره، وعلشان تختار ما بينهم بيكون الامر صعب. والوصول للمرحله الثالثه من فلتره الترشيحات اخذ فتره كبيره لتقليص العدد لثمان مجرات، واحدة منهم اكتشفوا انها خطأ في التقدير وانها مجرة قريبة جدا وليست قديمة، لكن المجرة دي كانت وكأنها بتحاكي المجرات القديمة وبالتالي تم استبعادها، ده غير الخمسة التانيين اللي تم استبعادهم وصولا لاكتشاف المجرتين دول زاد 12 وزاد 13. طبعا العناصر الاولى بتتكون في الكون من خلال عمليات الاندماج في قلب النجوم، من المنطقي جدا ان المجرات المبكرة اكيد ليها عناصر تقيلة لكنها قليلة جدا في كميتها لأنها بالضرورة كانت أولى مصانع نجوم في الكون
علشان كده المجرات دي صغيرة، وبالتالي بتدعم الفرضيات دي نماذج تعتمد على نظرية الانفجار العظيم. ليجا بيقول في النهاية ان النافذة الصغيرة ديت اللي كانت من خلال قوة عدسة الجاذبية ما قدرتش ترصد اي مجرات تانية ابعد بالرغم من قوة ادوات جيمس ويب، وده بيمثل حاجتين. الحاجة الاولى انه ممكن ما يكونش فيه مجرات اقدم من المجرات دي، وان ده الوقت اللي نشأت فيه المجرات ومش قبل كده، وبالتالي مش هيكون فيه فرصة مستقبلية لاكتشاف مجرات في وقت ابكر من كده. الحاجة التانية انه في امكانية في المستقبل بادوات اقوى من جيمس ويب او فرص رصد افضل باستخدام التلسكوب العملاق، وده اللي بيأمله كتير من العلماء، ومنهم فريق كفر اللي بيشتغل بنهم كبير وجهد حسيس للوصول لنتائج استثنائية ممكن تقلب الأمور لو تمت. الاكتشاف الجديد للمجرات الأبعد في الكون تم عن طريق جهود تعاون فريق دولي ضخم ضم بجوار فريق بنسلفانيا باحثين من جامعة تكساس وشركة جامعات وفرق بحثية من كل من أستراليا وفرنسا والدنمارك وسويسرا وهولندا واليابان وجامعة بنغوريون في النقب. بتقول ايه؟ بنغوريون؟ زي ما سمعت حضرتك، للأسف جامعة بنغوريون، بل وبدعم كبير من وكالة ناسا طبعا بكل تأكيد، ومؤسسة العلوم الثنائية الأمريكية الإسرائيلية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا للكيان. طبعا هتسألني سؤال مهم وتقول لي وسط كل اللي بيحصل دوت، هل بنعمل دعاية للمؤسسات دي اللي دولها بتدعم عدوان غاشم وآثم على أهلنا وإخواتنا؟ طبعا لو حابب تسمع إجابتي فتعالوا نشوف حاجة مهمة جدا في الموضوع دوت. أنا كده أنهيت الجانب العلمي، وتعالوا بينا لرسالة هامة بعد فاصل. رسالة هامة. لما جاء الرئيس الأمريكي بايدن وزار المنطقة في الصيف العام 2022، قال بالحرف الواحد: وعدنا للشرق الأوسط، ولن نسمح لروسيا والصين بملء الفراغ في الشرق الأوسط. لن نبتعد ونترك الفراغ اللي تملأه الصين أو روسيا أو إيران، وسنسعى للبناء على هذه اللحظة مع مبادئ القيادة الأمريكية. تخيل وصف عالمنا العربي والإسلامي بالفراغ، وللأسف هذا الفراغ اللي بنعيش فيه أحد أهم أسبابه ابتعادنا عن العلم وأسباب القوة في العالم المتحضر، وبنقول متحضر مجازا يعني، لأن الأحداث الأخيرة كشفت لنا ازدواجية المعايير لأدعياء الحضارة المزعومة، وأنهم شايفيننا فعلا طبقة تانية فأرقى درجات العنصرية ظهورا في السنوات الأخيرة، وهي بالمناسبة مش جديدة عليهم. وعلشان ما يبقاش عندنا فراغ زي ما قال بايدن علينا، لازم نتخذ من الأحداث الأخيرة دي صحوة مهمة في مجال نهوض أمتنا ومجتمعاتنا وأوطاننا. قفلوا علينا جميع المنصات وما عدناش قادرين نتكلم ولا نصرح، ويوم ما منصة واحدة بس تكون متنفس نبعت فيها رسالتنا للعالم الحر واللي هم بالمناسبة مسيطرين عليه إعلاميا، عملوا حملة كبيرة على إيلون ماسك ومنصة إكس علشان يكتموا أصواتنا. وبالرغم من كده كتير من أحرار العالم اتحركوا، وكتير من الشباب في العالم ككل غير نظرته، والخوف كل الخوف بعد ما تهدأ هذه المعمعة أننا نعود سيرتنا الأولى. علشان كده استمرار صحوة الشباب في العالم مهمة، وإبراز أهمية قوة العلم أيضا مهمة، مش لازم نتغافل عنها لأنها البداية. أما واجب الوقت الآن هو دعم الحراك ومواجهة الحملة الإعلامية الكاذبة على أخواتنا، بل على العالم العربي والإسلامي ككل. والأخ أحمد الغندور الدحيح عمل حلقة مهمة جدا في الموضوع دوت، أكيد كلنا سمعنا عنها، وبتحكي بديهيات في التاريخ لكنها مهمة جدا في شرح القضية. حقيقة عزيزي ان هما مش قفلينها مجازية، قفلينها حرفيا. المية اللي المفروض انها حق اساسي لاي انسان بيوصل منها المستوطن 300 لتر في اليوم، بينما الفلسطيني بيستنى المية تملى خزانه كل 15 يوم من الحكومة والشركات الاسرائيلية، وغالبا نصيبه اليومي ما بيزيدش عن 80 لتر، ده اقل من 100 لتر اللي قررته منظمة الصحة العالمية. طب نروح فين؟ لا كده قفلينها حرفيا قوي. شيروها في كل مكان وخاصة باللغات الأجنبية علشان العالم يعرف قضيتنا ويضغط على حكامه في العالم الغربي اللي بيدعوا الحضارة المزيفة. واستغل أي منصة متاح ليك فيها النشر، والمنصات التانية زي منصتنا ديت تقدر تقول اللي تقدر عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدام إخواتنا المظلومين والمكلوبين، وأن يرحم الشهداء ويداوي الجرحى. ولا تنسوا دعمنا هنا في القناة، لأن الفترة اللي فاتت كل فيديو بنتكلم فيه عن أهلنا في فلسطين بيتم تقليل وصول الفيديو وتقليل الاقتراحات، فأقل إيجابية منك إنك تدعمنا وتدعم كل صوت حر بيساند القضية. وعلى وعد باللقاء في حلقة جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.